بمناسبة احتفال بالطبعة الثامنة لعيد السنوية في الموزة، جمعية إيم السمدة وبعد ما اكتملت مسار توسيم جبل مهزة بصدور القرار الوزاري للتوسيم والتشجيع على مستوى المعهد الوطني للملكية الصناعية، اليوم راهي في مرحلة جديدة وهي في قضية تعميم استهلاك المنتج هذا وفق الشروط اللي جات في دفتر الشروط، وراي عندها تصور واجد على قضية الوحدة، هي وحدة نموذجية قابلة للإنجاز في ظرف شهرين. راح تكون وحدة نموذجية لأنه جبل مهزة عنده طريقة خاصة في الصنع وفي التحضير.